معي على الهاتف الدكتور عمرو قنديل، وكيل وزاره الصحه للطب الوقائي. اهلا وسهلا بيك دكتور عمرو. اهلا بيك يا فندم. يعني كيف لم نتخذ يعني اي اجراءات وقائيه؟ يعني احنا بنتكلم مع وكيل وزاره الصحه للطب الوقائي، اين الطب الوقائي هنا قبل وقوع هذه الكارثه؟ لا يا فندم، انا بس دي حاجه مهمه جدا. لا، احنا كوزاره الصحه احنا معنيين في مثل هذه الحالات، ان احنا يحصل اي حالات تفشي وبائي زي كده او حالات زياده من الحالات ان احنا ناخد اجراءاتنا. انما انت بتتكلم على حالات لو في حاجات في الميه، فدي طبعا الشركه القابضه للجهاز طبعا بتتكلم على حاجه ميه. لا بالتاكيد، بس يعني ايه طب وقائي يا دكتور عمرو؟ لا، طب وقائي حضرتك خلي بس عشان ايه طب وقائي؟ عشان نقول تعريف طب وقائي. طب وقائي هو معني بحاجات كثيره جدا، منها مكافحه الامراض المعديه، منها الاداره العامه لصحه البيئه لو بنتكلم على ميه، ان هي مراقبه واخد عينات من مياه الشرب بصفه مستمره. طيب، عشان لو في يعني احنا الرقابه عملتوا ده يا دكتور ولا لا؟ لا، ما انا طبعا يا فندم، بس يعني عشان بس نتكلم يا فندم، احنا موجودين، انا عن نفسي موجود بقياده فريق توجيهات من معالي الوزير من النهارده الصبح، موجودين في بكلمك وانا في القريه، موجود في نفس قريه الزهراء. تمام. وحضرتك اللي احنا عملناه بقى ثلاث خطوات بنعملهم اساسيه عشان نعرف ايه هو المصدر العدوى. ايوه يا فندم، بس احنا دائما بنستنفر بعد وقوع الكارثه، يعني دلوقتي كل القيادات موجوده في هذه القريه عشان تكتشف الاسباب. بس طيب، ما احنا لو كنا بنراجع مياه الشرب زي ما حضرتك بتقول ما كانتش وقعت الكارثه اصلا. يا فندم، بس لو حضرتك بنراجع مياه الشرب فاحنا كل وزاره ليها دور. انا مش بقول دور حد معين، لكن انا بتكلم على دورنا احنا كوزاره صحه، دورنا احنا حضرتك كوزاره صحه في مثل هذه الحالات. حضرتك ان احنا اول حاجه ان احنا مش ان انا اقول ما بيحصل في اي حته في الدنيا، اللي بيحصل فيه حالات ممكن تجي لها قيء واسهال واشتباه تسمم نتيجه مصدر مشترك، ممكن المصدر ده يبقى اكل، ممكن يبقى ميه، ممكن يبقى شيء اخر بيحصل. طيب، في اي حته. هل انتوا عرفتوا بقى السبب؟ لانه في بعض المصابين يا دكتور، في بعض المصابين اصيبوا بالتسمم. لو سمحت حضرتك، لو عاوز بس نتكلم، فعشان اتكلم عشان اشرح لك الموضوع بالظبط، عشان بعد كده ما نقولش الهاجي ونقول ده بيعمل ايه وده ما بيعملش. لا، ما انا دلوقتي عايز اعرف بس اكتشفتوا الاسباب ولا لسه؟ طب يا فندم، طب انا مش انا اقول في اسباب مختلفه. اتفضل. احنا يا فندم موجودين هنا في القريه، اوكي. اول حاجه حضرتك عشان كذا سبب، اول حاجه ان احنا نقدم الرعايه الطبيه للمرضى اللي جالهم كده. اجمالي الحالات اللي ظهر عليها حالات ودخلت المستشفيات 71 حاله، خرج منهم 43 حاله وباقي 21 حاله في المستشفيات. جزء في مستشفى الاحرار وجزء في مستشفى. امال الرقم 57 ارتفاع عدد المصابين بالتسمم ما زال 57؟ عشان كده الارقام طبعا حضرتك لما كان 57 عشان في حالات تانية بتخش المستشفى. تمام. وبعد شويه حضرتك يعني ممكن بعد ساعتين ثلاثه الرقم ده يبقى اتغير. أكيد. عن كده اكيد. طب مره ثانيه معلش حضرتك كرر الارقام الدقيقه في هذه اللحظه، قد ايه عدد الحالات؟ اللي بكلم حضرتك فيه حتى هذه اللحظه في 71 حاله دخلوا المستشفيات، مستشفى العنايات ومستشفى الاحرار، خرج منهم 43 حاله وباقي في المستشفيات. وانا شفت الحالات بتاعت مستشفى الاحرار، ودلوقتي حاليا رايح مستشفى الإناث عشان اشوف الحالات بتاعت مستشفى الإناث. عظيم. باقي 21 حاله في المستشفيات. طيب، اسال بقى عن السبب ولا ايه؟ اسال عن السبب يا ترى في هذه الحالات؟ عندنا مجموعه اصيبت بالتسمم نتيجه وجبه عشاء في عرس. لا، في فرح. طب ومجموعه مياه الشرب. طب اديني بس فرصه اقول لحضرتك كل حاجه. اتفضل يا فندم. اقول لحضرتك عشان اوضح الصوره لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. اتفضل. الوحده الصحيه بتاعت قريه الزهراء حضرتك تردد عليها النهارده 75 حاله عندهم نفس الاعراض، اوكي؟ وخدوا علاج وما دخلوش طبعا، ده في الوحده الصحيه، خدوا علاج في الوحده الصحيه وخرجوا. اللي احنا عملناه حضرتك ده فيما يخص الرعايه الطبيه، كل حاجه بتاخد، وفرنا العلاج اللازم والاطباء بياخدوا العلاج بتاعهم. فيما يخص بقى السبب حضرتك عملنا ايه؟ حضرتك احنا في فريق جبنا خريطه القريه وقسمنا القريه مربعات عشان ناخد عينات مياه من جميع مربعات اللي موجوده في القريه، جميع الاماكن اللي موجوده في القريه ومنازل المرضى اللي ظهر عليهم الاعراض، ناخد منهم عينات مياه، بالاضافه لناخد عينات مياه كمان من محطه المياه الرئيسيه اللي بتضخ المياه للقريه. الحاجه الثانيه حضرتك ان احنا في فريق معانا من الاداره العامه لمراقبه الاغذيه الوزاره، خدنا عينات من الاغذيه المختلفه في منازل المرضى ومن المحلات اللي موجوده في القريه عشان لو وهيتم تحليل هذه العينات بالظبط كده. فقد ايه بقى يا ترى؟ وكل ده يا فندم هيتبعت للمعامل المركزيه عندنا بالظبط صح عشان تفحص. ده احنا الدور بتاع وزاره الصحه انك تكتشف لو في اي تفشي وبائي او في حالات حصلت وتعرف ايه السبب، ايه هو السبب. فقد ايه يا ترى كم يعني هتستغرق عمليه التحليل العينات؟ التحليل بتاعت الفحص عينات المياه
وعينات الأغذية بتاخد لها حضرتك من ثلاث تقريبا في حدود ثلاث أيام. ثلاث أيام قبل كده وحتى لو تفتكر قبل كده لما حصل العام الماضي في قرية تنصفت في المنوفية وفي الآخر طلع إيه السبب؟ فطبعا السبب بيقول إن في حاجة مشتركة، حاجة مشتركة للأشخاص دولت كلهم. طيب دكتور عمرو، يعني في خلال الثلاث أيام دول لما إحنا في خلال دقائق ارتفعت الأعداد من 57 ل 71 متوقع بقى الحالات هترتفع بالتأكيد خلال الثلاث أيام دول لحد ما تيجي النتيجة، ولسه كمان عبال ما نعالج الأمر. لا يا فندم، فإيه بقى نصيحتك يعني؟ الإجراءات بقى الإجراءات بقى اللي خدتها شركة المية هنا في الشرقية وشركة القبض هنا في شركة المية في الشرقية، إن هما إجراء احترازي فيما يخص المية، عشان نفترض جدلا إن كان هذا يعني إجراء احترازي خدوه، إن هما ضخوا كلور وعملوا غسيل للشبكة عشان لو في أي بس إحنا طبعا خدنا عينات وهنعرف إيه السبب يعني. ده اجراء عشان لا قدر الله لو في حاجه في المايه، اوكي؟ ده لو في اي شيء في المايه، فده هم عملوا اجراء كان ما يصابش اي حد تاني، لكن لو في حد كان في فتره الحضانه فشيء وارد ان هو في فتره الحضانه الاعراض تظهر عليه النهارده او بكره تاني، ده شيء وارد طبعا ان هو يحصل حاجات دي. انا بشكرك جدا الدكتور عمرو قنديل وكيل وزاره الصحه للطب الوقائي على هذه المعلومات. طبعا برضو محافظ الشرقيه كتر الف خيره امر اخيرا بمراجعه شبكه الصرف الصحي ومياه الشرب في الشرقية، تجديدها أو استبدالها بالكامل بعد طبعا وقوع هذه الحالات. دائما بننتظر الكارثة حتى نتحرك. معنا تقرير آخر التقى فيه مراسل سي بي سي مع عدد من المصابين بحالات التسمم الغذائي. نشاهد التقرير ونعود مرة أخرى لفقرتنا عن الحالة النفسية للمصريين. والحالات يعني وصلت امبارح، جه لنا بلاغ من الاسعاف ان في بعض الحالات القيء والاسهال موجوده في قريه الزهراء التابعه لبوردين طريق القاهره الصحراوي. طبعا انتقلنا، احنا رافعين درجه الاستعداد في جميع مستشفيات المحافظه طبعا للاحداث اللي موجوده في مصر، وتم الانتقال الى المستشفى اكبر مستشفى يعتبر في المحافظه واقرب مكان للقريه اللي فيها حالات القيء والاسهال. جينا مستشفى الاحرار وكان معانا وكيل الوزاره وكان معانا نائب سياده المحافظ وكان سياده الوزير المحافظ على اتصال مستمر من الساعه 1 لغايه الساعه 4 فجرا. دخل 35 حاله في مستشفى الاحرار، منهم الاطفال كان حوالي 12 حاله والباقي حالات في قسم الباطنه. اول ما بدا في التعب كريم ابني يوم الاربعاء ظهر بسخونيه، رحنا جبنا له حقنه مضاد حيوي والسخونيه هبطت شويه. تاني يوم لقينا بنتي وجوزي حاله بقى ما يقص منها، سخونيه ومسخسخين واسهال هما الاثنين. اني بعد منهم بساعه اتنين زي ما اكون حاله اغماء، واقفه ومش حاسه بالدنيا ولا حاسه بنفسي، وحاسه ان انا عاوزه استفرغ بس ما فيش استفراغ، في اسهال ومغص. جينا رحنا كشفنا في عند الدكتور اخصائي وكتبنا على العلاج، دنيتنا سهران للساعه 1 بالليل امبارح ادلهم في العلاج وكده مفيش تحسن. اضطرينا ان احنا نتصل بالاسعاف عشان خاطر يجي ياخدنا والمستشفى تسعفنا قدام. بس عيالنا زي ما انت شايفه، جوزي لسه برضه تحت وادي عيالها. ابني جه من المدرسه زفزفه بسخونيه بالسهال وزفزفه، كشفنا عليه والدكتور ما جابش نتيجه، واخته نفس النظام، جبناهم هنا وجينا الساعة 1 زفزفة كده برعشة بالسهال. وصل الأطفال عندنا هنا الساعة 1 صباحا، تم التعامل معاهم، تركيب ممرات وريدية، تم تعليق المحاليل، إعطاء مضادات حيوية، أدوية مطهرة معوية، ماشي. الحالات الحمد لله رب العالمين امبارح من الساعة 1 لغاية الصبح الأمور مستقرة، في أربع أطفال كويسين جدا بفضل الله، الدكتورة مها الأخصائية شافتهم النهاردة وكتبت لهم خروج.